احد اهم الحاجات اللي بتلفت نظر انا شخصيا لما بحب ان انا اتفرج على تليفون هو اداء الكاميرا بتاعته. والحقيقة وان بلس زيها زي شاومي كانت ما بتهتمش بقصة الكاميرا دي، كان كل الاهتمام بتاعها انها تديك تليفون قوي جدا 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 وكاميرا معقولة تقضي الغرض. ولكن بداية من وان بلس 6T الامر ده بدأ يختلف كليا، وطبعا مع التطور بتاع التليفون والامكانيات الكبيرة بتاعته اصبح لازم يكون فيه كمان كاميرات كويسة. فدي كانت فرصة كويسة جدا ان انا ابدأ اختبار ومقارنة ما بين كاميرا وان بلس 7 برو وكاميرا سامسونج جالاكسي S10 بلس. في المجمل ما ينفعش ان انت تقول حكم تام ان كاميرا التليفون افضل من كاميرا التليفون تاني، وانما الصح ان انت تقارن الكاميرات في كل الاوضاع، التصوير الثابت، تصوير الفيديو، الاداء بتاع الـ HDR، اداء الصوت بتاع تسجيل الفيديو لو كنت انت بتسجل فيديو، التصوير الثابت، الكاميرا العادية والكاميرا الالترا وايد والكاميرا التليفوتو والعزل اللي بتعمله الكاميرات. ففي امور كتير قوي بتخلي الواحد يفكر هل الكاميرا دي افضل ولا الكاميرا دي، وانا احتياجي للشيء اللي انا بستخدمه في الكاميرا ايه هو، وبناء عليه اقدر ان انا مع نفسي اقدر ان انا اقرر واقول الكاميرا دي افضل ولا الكاميرا دي افضل بالنسبة لاحتياجاتي واللي ممكن انها تختلف ما بين شخص والتاني. علشان كده انا مش شايف ان في اي داعي للتعصب وان حد يقول في المجمل كاميرا كذا هي الافضل او كاميرا كذا هي الافضل. كل كاميرا بتكون مفضلة بالنسبة لاستخدام الشخص وبالنسبة لاحتياجاته وبالنسبة لامكانياته برضه. بالنسبة للتجربة اللي احنا بنعملها النهاردة دي، فاحنا بنعملها مش عشان نقول انهي كاميرا افضل، ولكن عشان نبين الفرق ما بين الكاميرتين عامل ازاي، وفي نفس الوقت الناس تبقى عارفة ان في فرق سعر كبير ما بين التليفونين. وانما ده اداء الكاميرا اثناء المشي علشان نشوف الثبات، وفي نفس الوقت علشان نسمع الصوت بتاع المايك في كلا التليفونين. شفنا التصوير بالكاميرا الامامية وده التصوير بالكاميرا الخلفية. في ملحوظة بس مهمة محتاج ان انا اوضحها بالنسبة لتصوير الفيديو، في كاميرا S10 بلس تقدر ان انت تنتقل للعدسة الالترا وايد، بينما في تليفون الوان بلس فما ينفعش تنتقل في الفيديو للكاميرا الالترا وايد، انما تقدر ان انت تنتقل للعدسة التليفوتو. يعني هنا احنا هنروح للعدسة التليفوتو بتاعت السامسونج، ومن هنا هنروح للعدسة التليفوتو بتاعت الوان بلس. الفرق ما بين الاثنين ان الوان بلس 3x زوم والسامسونج 2x زوم. فزي ما احنا شايفين لو احنا قررنا ان احنا نرجع نخليها 2x زوم في الوان بلس، فبقى كده الاثنين مع بعض 2x زوم. اما الصورة اللي انتوا شايفينها دي فدي اخر الزوم بتاع كلا التليفونين 10x زوم، وده الصورة والتليفون ثابت. يعني انا مثبت التليفون دلوقتي على ترايبود. لو بدأنا ان احنا بقى نتحرك اثناء الزوم علشان برضو نشوف الجودة، او ان انا احاول بس اثبت ايدي ما يبقاش التليفون ثابت على الترايبود، وابقى انا بحاول بس ان انا اثبت ايدي علشان نشوف جودة الصورة اخبارها ايه مع 10x زوم.
تصوير بالليل بقى، ودي الحاجة اللي الشركات عمالة بتتسابق فيها علشان تقدر انها توفر افضل جودة ممكنة في الضوء القليل. سامحوني الاول على صوت الشلالات اللي جنبية ده اللي هتلاقوه واضح قوي في التصوير، ولكن عندي مشكلة ان انا مش هعرف ان انا اصور فيديو في اي مكان الا ولازم يكون في ناس، فبحاول بقدر الامكان ان انا ابعد عن الناس. على العموم دي منطقة الفود كورت اللي أنا دايما بصور فيها المقارنات بتاعة الكاميرات، وهنا الإضاءة كويسة، لا هي إضاءة قوية قوي ولا هي إضاءة قليلة قوي، ولكن سهل إن أنت تشوف الفرق ما بين الكاميرتين في إضاءة إلى حد ما كويسة، وفي نفس الوقت علشان نشوف الثبات أثناء الحركة الصوت بتاع المايك وإحنا يعني بنسجل وسط دوشة مش عالية قوي، يعني أصوات الناس بس، فيعني تعتبر حكم كويس للمقارنة في تصوير الفيديو ما بين الاثنين. على الشاشة صعب ان انا طبعا اقدر ان انا اقارن، ولكن وانا بتفرج معاكو بشوف الشكل زي ما انتوا شايفينه بالظبط. اما بقى بالنسبة للتصوير بالكاميرات الخلفية، فالكاميرات الخلفية زي ما احنا اتفقنا ان التصوير الفيديو في الوان بلس هيكون بالكاميرا الرئيسية بس والكاميرا التليفوتو، انما الكاميرا الالترا وايد مفيش إمكانية إن أنت تصور بالكاميرا الألترا وايد فيديو. فأنا دلوقتي بصور بالكاميرا الرئيسية أثناء الحركة، وبرضو علشان نشوف اختلاف الإضاءة والزوايا بتاعة كل تليفون وإحنا بنتحرك، الثبات أخباره عامل إزاي، نسبة الإضاءة في تصوير الفيديو والثبات بتاعها في الضوء القليل، واليوفب بتاعة المحلات اللي حواليا. فدي برضو تجربة إلى حد ما علشان تشوفوا بيها الجودة أخبارها إيه. خلونا نركز على أرابياتا ونعمل له إعلان أهو دلوقتي، ونعمل 2X زوم بكلا التليفونين. ده 2X زوم بالتليفونين، وعملت فوكس على شعار أرابياتا. كده انا عملت مانيوال فوكس على الشعار بتاع ارابياتا على 2X زوم. زي ما قلنا الوان بلس فيه 3X، ولكن علشان يبقى المقارنة مظبوطة فخليت الاثنين 2X. رجعنا للوضع الطبيعي العادي بقى علشان ننتقل للصور ونشوف مقارنة في التصوير ما بين الكاميرتين.